نبض بيروت، اهلا بمشاهدي الاو تي في، وهذا المساء ضيفنا الدكتور روني خليل، اهلا وسهلا فيك. شكرا لاستضافتك. اهلا اهلا، اول شيء الحمد لله على السلامه وان شاء الله الجميع بخير وكتر خير الله. يمكن هون ربنا نجينا بلبنان، كان وقع الزلزال اخف بكثير من المناطق المجاوره خصوصي بسوريا وبتركيا. طبعا تعزينا للاهالي الضحايا وعلى امل يعني في ان لا يتكرر، مع انه عم يقال دكتور انه لا في زلازل بال 24 و 48 ساعه المقبله سوف تتكرر. هلا انا مني خبير جيولوجي، ولكن يمكن نحكي نظره تاريخيه هيك سريعه، انه نحن بمنطقه قد تعرضت، مش قد تعرضت للعديد من الزلازل تحديدا لبنان. يعني اذا بنرجع شوي تاريخيا بالقرن السادس دمرت بيروت بشكل شبه كلي. عم نحكي على ايام الامبراطوريه الرومانيه، كان في عندنا مدرسه الحقوق الشهيره اصبحت انقاض. صحيح يعني صحيح، نتذكر هذا بالتاريخ صح. حتى بالحقبات الحديثه اذا بدنا نقول، كمان بالاواسط القرن الثامن عشر بال 1759 لل 61 ضربت كمان موجه من الزلازل منطقه البقاع بعلبك والقاع. بتاريخ المنطقة فوق بيذكروا قد ايه كان في دمار، كمان ضربت بيروت. نرجع منقرب شوي، اخر زلزال قوي اذا بدنا نقول يمكن بيذكروه شوي الاجداد بال 1956 يلي كمان ضرب بيروت والمناطق المجاورة، وراح راح ضحيته العشرات. نعم فهلا طبعا يعني حتى في هزات، مثلا انا بذكرها كنا شوي صغار مش من زمان، يعني مش هو من زمان بس انه على ايامنا، يعني يمكن سنه 99. هلا الارض هذه من العوامل الجيولوجيه بتتغير كل فتره، يعني مثل ما بيصير يمكن اعصار، مثل ما بيصير صحيح. تسونامي، مثل ما بيصير هيدي. هلا باللغه الشعبيه بيقولوا هيدا غضب الله وهيدا لا صحيح. لا هيدي اكيد عوامل. ربنا ما بي اكيد لو بده يقتلنا ما بيخلقنا يعني بالاساس، فهيدي عوامل طبيعيه. وفي مناطق معرضه لاكثر من مناطق، يعني اليوم بس نحكي نحن بالشرق الاقصى اليابان تحديدا، او بس نحكي صحيح. يمكن بالولايات المتحده الامريكيه لانه على الطرف في عندها اعصارات فيضانات اكثر. هيدا شيء طبيعي، يعني هي طبيعه الكره الارضيه. هيدا عامل منه جديد على الكون. يعني بتعرف كمان هلا اذا بدنا نحكي شوي عن الطقس والزلزال بذات الوقت وبالتزامن مع عيد مرمرون، يحلو هيك للموارنة ان يقولوا انه مرمرون بيضة. بيعيدوا كل الشتوية ما شتت على عيد مرمرون اجت العواصف الثلجية. ما هو بعدنا عم نقول الاعتقادات الشعبية، يعني نحن منحرف على ذوقنا. أيام إذا ما كان في شتي بنعكسها بنقول غضبان علينا، أيام إذا فاض الخير بنقول نعم علينا. برجع بقول هيدي هي الطبيعة، يعني طبيعة لبنان بده يكون في ثلج، بده يكون في شتي. طيب ولكن دكتور هلا لأنه نحن الحلقة مثل ما اتفقت أنا وياك رح تكون عن مرمرون بما أنه قرب عيده قبل ما يصير الزلزال أو الهزة اللي ضربت لبنان، بس إذا بدنا نحكي عن مرمرون لمحة والصفات التي كان يتمتع بها، لأنه المؤمنين بيعتقدوا ويمكن حقهم أنهم يعتقدوا هذا فعل وواقع، أنه ربنا والقديسين بينجونا من الشرير لكن نحن ومن الشر. ما بينجونا؟ تقلك شو نحن كمان مني رجل دين، بس انطلاقا من إيماني العميق. نحن أنا بالنسبة لي أول شيء علاقتي بالله بدها تكون علاقة شفافة، ما بده يكون فيها مصلحة. يعني نحن دائما بشكل عام بنروح لعند ربنا بنلتجي له او لعند القديسين بنبقى حاملين معنا وكانه شنطه هيك مليانه طلبات. العلاقه حلوه تكون بدون اي شيء، حلوه الصلاه تكون لتمجيد الله، مش ضروري انا اصلي لربنا اقول له خلصني من هالشغله او نجيني من او ساعدني. لا 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 هلا نحن بطبيعتنا البشريه ضعاف بنلتجي لقوى اكبر منا. نعم. يلي هي كانوا بالزمانات للآلهة على أيام الوثنيين، رجعنا على أيام الله، رجعنا القديسين. بس مش بالضرورة يعني نحن دائما نكون عملية مثل التجارة، يعني أعطيني بعطيك.
هي بنرجع لقصة الندورات حكينا عنها قبل أنا وياك بحلقات، إنه لما واحد بيندر إنه إذا بتعطيني إنه منا عملية عفوا ابتزاز يعني أو بزعل منك إذا هذا الخوف البشري نحن بخلينا هالقد نتمسك أو ننشد لله، ولكن بالنهاية مثل ما قلنا العلاقة يجب أن تكون هيك صافية وبدون مصلحة، هذا أولا. اثنين، إذا بدنا نحكي عن مرمرون، الصفات دكتور، صفات اللي كان يتمتع فيها مرمرون واللي بنفتقدها اليوم بأيامنا عند المسؤولين، خصوصا إذا بدنا نحكي سياسي يعني. لك أولا الفترة اللي عاش فيها مرمرون كانت فترة أنجبت للكنيسة المسيحية عموما عدد كبير من الملافن العظماء، من مار فريم السرياني لمرمرون لمار أنطونيوس الكبير يلي هو أب الرهبان وغيرهم، يعني كانت فترة خصبة إذا بدنا نقول بالعطاءات المسيحية، بالتزامن مع كمان قبلها كان في عنا اضطهاد، وبالقرن الرابع 313 توقف هالاضطهاد كليا أقله من الناحية الرسمية، وانتقلنا لمرحلة إذا بدنا نقول مرحلة من تثبيت الديانة المسيحية أكان بالشرق أو بالغرب على أسس متينة، على أسس إذا بدنا نقول سليمة إلى حد ما لا تشوبها الاضطهادات والتعديات وغيرها. فمرمرون كان بهالفترة هيدي عاش، هلأ غير مؤكد تاريخ ولادته، المؤكد تاريخ وفاته بال410، حوالي ال410، وهو لم يؤسس طائفي، يعني ما كان الهدف من حياته من مسلكه أو مسيرته النسكية يلي عملها والشفاعات يلي تقدمت له أو انطلبت منه وهو بصلواته وبعلاقته هالقد كانت الوطيدة مع الله ومع المسيح، قدر حسب التقليد المسيحي أنه يعني يكون وسيلة أو واسطة لبعض الشفاعات والشفاءات. هلأ برجع بقول ما كان القصد أنه يعمل طائفة مارونية، لأن هلأ بنشوف طائفة متى بلشت ككنيسة أو كمنظمة كمؤسسة تنظيمية لها قواعد ولها أسس من بعد تقريبا حوالي 200 سنة وأكثر. نعم. هلأ حياته يلي عاشها مثل ما قلنا كمان كانت حياة نسكية كمان على غرار مار سمعان العمودي، نعم، تزامنا كمان بهالفترة، كان في حياة الزهد، حياة العفة، حياة التخلي عن الدنيويات، يعني ما كان في عندهم أي ارتباط دنيوي أي ارتباط مادي، بقدر ما حياتهم كانت حياة صلاة وحياة تقشف وحياة زهد. هيدا برجع بقول حسب الـ 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 الكتب اللي بتحكي عن ووين عاش، أكان بسوريا أو كمان تنقل على تخوم تركيا، فهالمنطقة يلي براد عاش فيها. مش براد، صحيح. ودفن، كان دفن هنيك، وكان في زيارات قبل الحرب السورية نظمها التيار الوطني الحر مع العماد عون، كان لا يزال بالرابي قبل ما يصير رئيس جمهورية مرتين يمكن إذا ماني غلطانة، على براد، على مدفن مرمرون. صحيح. المؤسف أنه تعرض المدفن للدمار بشكل كلي مع الأسف بالأحداث السورية الأخيرة، و ولكن الرسالة أو المسيرة تستمر، يعني لا تقف عند المكان أو عند الحجر بعد ما هو في نهج. صحيح. بتعرف دكتور قلت لي شغلة لفتتني، أنه مرمرون ما كان قاصد يأسس كنيسة أو طائفة أو ما إلى هنالك، بس صار هيدا الشيء. واليوم الكنيسة المارونية أن كان بسوريا أو كان بلبنان، إذا بدنا نحكي بس خيام لبنان، اليوم الكنيسة المارونية في لبنان تقوم بدور هام جدا على مختلف الصعد. خلينا نبلش نفند دور الكنيسة المارونية إذا بدنا نحكي من الناحية الدينية. نعم. بداية هالتنظيم هيدا يلي بدأ بالقرن السابع بأواخره بالربع الأخير منه بدأ وانطلق بشكل متصاعد بشكل بنهج نهج كان إذا بدنا نقول ثلاثي الأبعاد. أول بعد هو بعد فلسفي عقائدي يلي هو ارتباط الكنيسة المارونية بالكرسي الرسولي وبالعقيدة الخلقيدونية فيما بعد وبالمشيئتين والطبيعتين في المسيح وإلى ما هنالك. النهج الثاني يلي هو نهج اجتماعي أسستها الكنيسة هيدي، مش هيك قلت قبل شوي، هي مؤسسة متكاملة. نعم. نهج اجتماعي يقوم على التعليم، يقوم على الأرض، يقوم على الرهبانات، هلا كمان بنحكي عنها. ونهج ثالث اللي هو نهج وطني سياسي. سياسي، نعم. تماماً.
هلا رح نتوسع اكثر بالفتره تقريبا الحديثه اذا بدنا نقول، لانه صار في عنا كيان بشكل متكامل اذا بدنا نقول للكنيسه المارونيه. وانا بحب اقول الكنيسه المارونيه اكثر من كلمه طائفه مارونيه، لانه الكنيسه ليست فقط كمان الحجر، انما هي هذا النهج المتكامل طبعا الثلاثي. نعم. من الناحية الدينية بدأنا بارتباط الكنيسة المارونية بلبنان تحديدا بمؤسسات ما تزال حتى اليوم تحمل اسم لبنان، الرهبانية اللبنانية بال1695. يعني تخيلي هالارتباط، هيدا الارتباط كان أعمق بلبنان، أعمق حتى من الدين، لكن الرهبانية اللبنانية المارونية. بعد منها بفترة بال1736 تم إطلاق أول دستور للطائفة أو للكنيسة المارونية، سمي المجمع اللبناني وليس المجمع الماروني. حلو 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 يعني هالمعلومة. إيه يعني تخيلي إدي ما سموا القانون الأساسي إذا بدنا نقول التنظيمي لهالكنيسة هيدي، ما اسمه المجمع الماروني، المجمع اللبناني. تقلنا كمان بعد بحقبة لاحقة إلى بكركي، لما اتخذت كمقر ثابت اعتبارا من أواسط القرن التاسع عشر، شعار بكركي يلي فيه الأرزة اللبنانية، الألبسة الحبرية، الثياب الحبرية اللي بيلبسها المطران أو حتى البطريرك يلي كمان فيه الأرزة. يمكن بعتل الصور؟ صحيح. ايه هلا برح أبعتهم للشباب بركي فينا نشوفهم على الهواء كمان. أيضا عبارة مجد لبنان أعطي له. نعم. يعني لسيد كركي، لسيد الصرح. فهل ارتباط هيدا الديني بين الكنيسة المارونية وبين لبنان، هذا ارتباط شو بدي أقول، ارتباط قويم وعميق. نعم. إذا بدنا نقول طبعا يصب بمصلحة أولا لبنان، لأنه ما فينا نفصل الموارنة عن لبنان. هلا انطلقنا من لبنان لأصقاع الأرض، هيدا أمر آخر، لأنه كمان في عنا عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، ولكن هذا الارتباط هو ارتباط عميق وما يزال حتى اليوم. وهلا بنحكي كمان بنواحي اخرى. بتعرف اذا بدنا نبقى بهيدي النقطه، عم تحكي انه كيف انتقل الموارنة الى اصقاع الارض، وبالتحديد موارنة لبنان او شو بتحب تقلها، الكنيسه او الطائفه، ما بتحب الطائفه، الكنيسه المارونيه انتقلت لاصقاع الارض. فعلا لما بتزور بلدان العالم هيك، انا شخصيا مثلا بيكبر قلبي لما بشوف في دير الرهبانيه المارونيه بروما، دير الرهبانيه المارونيه ببرشلونه، دير الرهبانيه المارونيه يعني عن جد منتشرين بقبرص، يمكن كمان في اذا ماني غلطانه في 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 حتى مقر للرهبانيه بقبرص. يعني هذا شيء جميل. ليك هو المارونيه هي رساله كمان، رسالة عالمية ليست فقط محصورة بلبنان، وهن الشعب الوحيد أو الفئة الدينية الوحيدة اللي تسمت على اسم القديس الأساسي للقديس مارون. نعم. يعني نحن هيدي فرادي كمان يتمتع بها الموارني، ومثل ما قلنا هي رسالة، هي انطلقت صحيح من سوريا إلى لبنان إلى أصقاع الكرة الأرضية جمعاء، لأنه كمان بدنا نقول شغلة أنه الماروني يعني هي كمان هون فيها إيجابيات وفيها سلبيات. نتيجة يمكن بفترة من الفترات الاضطهاد اللي مورس عليه والظلم الاقتصادي والسياسي، وهو يعشق الحرية، هاجر محل ما كان يلاقي هذه الحرية. مش معناتها اللي كانوا هون ما كمان هني حاربوا، هني كمان استبسلوا بالدفاع عن الأرض وعن لبنان، ولكن كمان هالأرض يلي ضاقت بأهلها، يلي كمان لم تعد تتسع مواردها وتنتج موارد لما يكفي من الشعب، اضطر الماروني أن يهاجر إلى أماكن بعيدة. فمنشان هيك اليوم نلاقي بالبرازيل، بأستراليا، بالأرجنتين، بكل تقريبا القارات موجود فيها مواريني، وهني بشكل اليوم الجامعة المارونية العالمية إذا بدنا نقول، يلي كمان هي دعم للبنان أكان اقتصاديا. اليوم نحن لو ما في عنا الاغتراب، كمان هي إلى سلبياتها وإيجابياتها، بس لو ما عنا الاغتراب الماروني يمكن لبنان ما قدر ضايم بهالأزمة هيدي. طبعا الدعم السياسي الوطني بالمحافل
دولية وحتى بعض الشخصيات المارونية اللي وصلت لمراكز كمان عالمية، كان نواب أو وزراء أو رؤساء جمهوريات كان في عنا ببعض البلدان، كمان هني دعم معنوي للقضية اللبنانية. طبعا طبعا. إذا بدنا نحكي من الناحية السياسية دكتور روني، كمان الكنيسة المارونية في لبنان لعبت دور كتير كتير كبير. صحيح. وكتير مهم في غاية الأهمية، مش بس سياسي أيضا وطني، ولبنان الكبير على يد البطرك حوي. يعني خبرنا شوي هيك، أعطينا لمحة عن الكنيسة المارونية من الناحية السياسية في لبنان. صحيح. أولا بس توضح شغلي، نحن بس نقول الكنيسة المارونية ولبنان، اولا الخطاب يمكن عم نشوف صور هذا على باب الصرح ببكركي، اذا انتبهنا الارز دائما موجوده باي شعار او باي لوجو يختص ب الموارنه، وحتى كمان عباره مجد لبنان اعطي له. صحيح. نظرا للدور اللي لعبه بطاركه الموارنه، مش محصوره بشخص. اكيد بشخص طبعا بطارك. طبعا لانه هذا اللي كنت عم بقوله قبل شوي، بس نقول نحن البطريركية المارونية عم نحكي نحن خطاب يحاكي كل اللبنانيين. لاحظ اليوم مثلا بس يحكي سيد الصرح، حتى ما منقول اليوم البطرك الراعي وقبله البطرك صفير الله يرحمه وقبله، ولكن ما بيحكي بلسان حاله هو بقدر ما بيحكي بلسان حال هالمؤسسة اللي عمرها 1400 سنة ماشي مثل ما قلت قبل شوي بنهج، هو عم بيكمل هذا النهج هذا المسار. يعني بس يطرح طرح، ما بيكون عم بيطرح طرح يخدم الموارنة، ولا نهار بتسمعي أو قليل جدا تنسمع بيقول البطرك مثلا أنا بدي دافع عن حقوق المسيحيين أو الموارنة، بتلاقي الطرح يحاكي البلد ككل، بيحكي باسمه هو يمكن كرئيس للموارنة روحي، ولكن للبنان عموما. وهلا ني رح نشوف بسرد تاريخي كيف تجلى هذا الارتباط. يا خلينا نشوف بس فسرنا عن الصوره الرهبانيه اللبنانيه المارونيه اللي كنا عم نحكي عنها. صحيح. 1695 كمان شعار بكركي او هذا المجمع اللبناني. نعم. 1736 الدستور الاساسي مثل ما قلنا للبطريركيه. للكنيسه المارونيه. في بعض صورة يمكن صورة واحدة أو خلص بلا هيدي لا آخر يلي هي الخط الزمن يخليها لبعد شوية تنحكي كمان. أوكي. إذا بدنا نعمل سرد تاريخي أو لمحة تاريخية عن الكنيسة المارونية والسياسي أو صحيح. والخط الوطني في لبنان. بدأت تتوضح المعالم اللبنانية إذا بدنا نقول للكنيسة المارونية أو يصير في عندها الدور أكثر. عم نحكي نحن بالقرن التاسع عشر بالألف وثمانمية وصاعدا. تسأليني ليه؟ لأنه نحن قبل هالفترة كنا جماعة مارونية ما عندها الكيان الكافي أو القدرة على التأثير، كنا عم نأسس بعد حالنا اجتماعيا. وهلا بنحكي القسم الثالث كيف قدرت الكنيسة أو قدروا هالموارنة بظروف الاضطهاد اللي عاشوه، بظروف الإقامة الصعبة اللي عاشوها بالكهوف والمغاور أحيانا وبالمناطق الجبلية النائية وبالفقر ويلي كمان اضطر يهاجر، كيف قدروا حافظوا على وجودهم، مش بس هيك كيف قدروا نموا هالوجود وقدروا وصلوا للسلطة. نعم. فسياسيا بدأنا بالقرن التاسع عشر، تحديدا أولى المحطات كانت مع البطرك يوسف حبيش بالألف وثمانمية وأربعين، لمن طالب جهرا وعلنا السلطنة العثمانية بالألف وثمانمية وأربعين بجبل لبنان والأنتي ليبان. الأنتي ليبان نقصد فيه لبنان الداخلي أو البقاع وزحلية اللي بعدين شكلوا لبنان الكبير. يعني لبنان الكبير انطلقت فكرته من قبل بثمانين سنة. نعم. ليه؟ لأنه تاريخيا لبنان كان بيوصل للساحل السوري، بيوصل كمان على أيام فخر الدين الثاني لعكا بفلسطين. نعم صحيح. نعم. فأولى المحطات كانت وقتها، رجعنا من بعدها، وكمان هيدي من الأمور يلي مهمة جدا بتاريخنا اللبناني عموما، بال 1858 كان في إطلاق لأول جمهورية لبنانية بالشرق من بعد ثورة الفلاحين، بمسعى من البطريرك بولس مسعد تم إطلاق الشعار الجمهورية اللبنانية. عم نحكي نحن فكرة جمهور، فكرة الجمهور يعني عم تحكي بديمقراطية، عم تحكي بشعب، مش عم تحكي بقى بسلطة إقطاعية. نعم. لأنه البطرك مسعد كان مع السلطة الشعبية أو مع الديمقراطية إذا بدنا نقول، بواجه السلطة الإقطاعية اللي كانت سائدة. قربنا شوي على أيام طبعا كل بطرك كان له صبغة، كل بطريرك كان له
كان له إذا بدنا نقول يد بلبنان، مثلا البطرك يوحنا الحاج قال له للسلطان العثماني أفضل أن أترك قصري هذا مقصود فيه صرح بكركي وألجأ إلى المغابر على أن أتنازل عن حريتي وعن سلطتي الدينية. حلو. فبيقصد فيها حريتي وسلطتي الدينية ليس فقط لطائفتي، إنما مثل ما قلنا نحن دائما بيحكي باسم لبنان كمان. من بعد الحرب العالمية الأولى مع البطرك الحويك وتكريس لبنان الكبير، والبطرك الحويك لو بده مصلحة الموارنة فقط كان كرس جبل لبنان. صحيح. كان. ولكن كان بده هذا لبنان الكبير، هذه الأراضي التي سلخت عنا نحن، يلي نحن حتى اليوم بعد قلنا أكثر، وأنا بجاوب كمان يلي كثار بيقولوا هل هو خطأ تاريخي؟ مش لبنان الكبير الخطأ التاريخي، إدارة هذا البلد هي الخطأ التاريخي طبعا. يلي بعد لحد اليوم يعني 18 طائفة يلي موجودين حطيهم موجودين أصلا بأي قارة متحابين ومتألفين لي، وبتلاقيهم بيندمجوا بالنظام الموجود بأمريكا أو بفرنسا أو بألمانيا أو بأي بلد. ليه؟ لأنه بتلاقي في اندماج. نحن لحد اليوم بعد ما عملنا للأسف هذا الاندماج. من بعد 1920 انتقلنا للبطريرك عريضة. نعم. ونحن قدي بعيرونا بعلاقتنا مع فرنسا، انه انتم والله فرنسا الام الحنون والحاميه والداعمه لإلكم. كان البطرك عريضه من اول المجاهرين او من اول المعارضين للسياسه الفرنسيه بلبنان وللانتداب، وانعمل مؤتمر ببكركي بال 1941. كان هذا المؤتمر وطني ضم شخصيات من كل المذاهب وطالب كمان علنا باستقلال لبنان وبالتخلص من الانتداب الفرنسي. وهو ذاته يلي كان بالحرب العالميه الاولى كمان، هذه الرواية التاريخية كتار بيعرفوها يمكن، بس بحب أرجع أذكر فيها. تفضل. لمن راح لعند تاجر كان مطران طرابلس، تاجر مسلم من طرابلس، قال له بدي أنا شحنة قمح ومقابل هالشحنة بدي أعطيك صليب رهن. فبيجاوبه قال له أنت عم بتطعمي شعبك، طبعا شعبه مش بس الموارنة، بدل الشحنة شحنتين، يعني بدل نقلة القمح يكونوا اثنين وهذا الصليب ما بيلبق اللي دل على صدرك، رد صليبك على صدرك وانت عم تطعمي شعبك. انتقلنا من بعد هيدي الفترة الى البطريرك المعوشي كمان، يلي كان عنده مواقف، اكان من الاحلاف اللي كانت عم بتكون بفترتها، الاحلاف اللي كنا بدانا فيها، اكان حلف بغداد او حلف الاحلاف اللي حلف وارسو وغيرها، التاثيرات، كان هو يطالب بتحييد لبنان عن هذه الصراعات، وكمان كان يطالب بتحييد لبنان عن القضية الفلسطينية من لبنان، الكفاح المسلح، كان مع القضية الفلسطينية بقلب فلسطين، بس كان يقول لهم جنبوا لبنان هذه الصراعات، وكان حتى ضد اتفاق القاهرة بال 69. ننتقل مع البطريرك صفير ومواقفه ضد الاحتلال السوري ونداء المطارني الشهير بال 2000 وجولته على الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا لكمان البطريرك الراعي وموقفه بتحييد لبنان عن الصراعات، موقف الحياة كمان يلي بشوف وجهة نظر البطريرك والبطريركية المارونية بشكل عام، أنه خلاص لبنان هو بالنهاية بأن لا نكون محور في الصراعات. صحيح. وهذا يلي نحن أساسا بال 43 الميثاق الوطني لا شرق ولا غرب، هذا يلي كرس إذا بدنا نقول صيغة لبنان المحايدة، ويلي عطي للبنان فترة من الازدهار، لأنه نحن بالنهاية هالبلد الضعيف تنحكيها واقعيا، هالبلد الصغير تما أقول الضعيف، نحن ما إلنا مصلحة أنه نكون رهيني أو نكون تابعين عفوا هالمحاور الكبيرة يلي عندها مصالح أكبر بكثير من مصالحنا وتتخطانا تتخطى واقعنا اللي نحن عايشين. دكتور بتعرف لأنه عم نحكي بالسياسة هلأ، غير مش عم نحكي عن البطاركة، عم نحكي عن الزعماء الموارنة الذين توالوا على السلطة. سؤالين، ثمة من يحمل المارونية السياسية سبب انهيار الوضع في لبنان، بداية ما هي المارونية السياسية؟ إذا بدنا نحكي ماهيتها، ما هي المارونية السياسية؟ هل هي رؤساء الجمهوريات الذين تعاقبوا؟ هل هي الأحزاب التي يتزعم موارنة قادمة موارنة؟ ما هي المارونية السياسية؟ وهل تتحمل مسؤولية أو جزء من مسؤولية ما وصلنا إليه؟ نكتة
تنقول كيف وصلنا للمارونية السياسية، هي نتيجة تغير باللاعبين السياسيين بلبنان. نحن توصلنا للمارونية السياسية مرقنا قبل منها بالدرزية السياسية. صحيح، بدك يعني نفندهم الدرزية وتفضل. بداية من القرن 17 مع الإمارة المعنية لا 18 كان عندنا الدرزية السياسية اللي كانوا الدروز هني الحاكمين، كنا نحن رعايا إذا صح التعبير، ونتيجة سياسي معينة هلأ بنحكي عنها بعد شوي كمان كيف وصلنا للسلطة. توصلنا للمارونية السياسية، المارونية السياسية ما اجت بالستينات وبالسبعينات وبهالفترة، هي نتيجة هالتراكم التاريخي هالتسلسل هيدا. لما صرنا أكترية عددية وصرنا عندنا نفوذ على الساحة المحلية، نفوذ اقتصادي ونفوذ تربوي ونفوذ اجتماعي ديموغرافي وديني وغيرها، قدرنا نسلم السلطة. وهون رح أقول شغلي، نحن لما بيكون الإنسان قوي أو الطائفي أو الكنيسة، السلطة بتيجي لعنده مش هو بيلحقها. للأسف أنا رح أقول هذه الكلمة ما عليها، هذا الواقع. نحن اليوم نحن عم نركض ورا السلطة بس هي مش لقلنا بيت. أو أي بمعنى مش لقلنا دور تقلص طبعا. لأنه السلطة لما نحن بمعنى مش لقلنا، هلا بيقولوا هذا عم بيقول مش لا مش بهذا المعنى، مش ما بقى نحن أدى للأسف. وهلا بقول هذا الواقع، ما بقى قادرين، وهذا اللي عم بيصير اليوم. يعني ال 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 مش لانه دكتور روني الموارنه ضعفوا عم بيصير هيك اليوم، يمكن لانه سني ضعف اوكي ضعفوا، بس كمان الشريك الاخر بالوطن عم يبرم ظهره لما طالب الموارنه. شو السبب؟ لانه في عنده صلاحيات. الصلاحيات منين بياخذها؟ السلطه بتاخذيها لما تكوني اقوى. فنحن لما كنا اقوى، انا بدي احكي واقع الامور، وانا انا من شو بقولوا من قلب البيت، انا مستشار بالرابطه المارونيه وعضو بالمركز الماروني، مش وأنا عم بحكي بنت الكنيسه المارونيه طبعاً وبحكي وبالمجلس الابرشي بابرشي جوني، يعني مغطس مارونيا ولبنانيا. اي طبعا طبعا طبعا, طبعاً اكيد هن ما بينفصلوا. صحيح. ف نحن لما اخذنا السلطه اجت لعنا لانه كنا قوايا، استلمناها من 1842 إذا بدنا نقول بدأنا نتكرس ونتمرس بالسلطة، أكان بنظام القائمة المقاميتين اللي من أعطانا ولو هالبارتي الصغيرة هالقائمة المقامية الشمالية المسيحية، وصولا من بعد منها بمجلس إدارة بالمتصرفية صار في عنا وجود، صار في عنا أربع أعضاء كان في أكثر أعضاء كانوا مواريني، وصولا للبنان الكبير. وفرنسا ما مشيت معنا لأنه نحن بس مواريني، لأنه كنا قوي، لأنه دائما القوي بيمشي مع القوي. اليوم فرنسا مع مين ماشي؟ فالأم الحنون كلها إذا بدنا نحكي مصالح. طبعا مصالح. فانتقلنا من بعد منها للاستقلال للخمسينات مع كمان الرئيس فؤاد شهاب يلي كمان كرس إذا بدنا نقول هذا النموذج الحيادي للبنان، و يلي عطي للبنان كمان أكيد مع الرئيس كميل شمعون يلي كمان بيقولوا له المارونية السياسية، وصولا لتقريبا سبعينيات القرن الماضي. هيدي هالمارونية السياسية هيدي فرضت حالة على الساحة اللبنانية، فرضت وجودها، أكان الوجود أولا الديموغرافي العددي، اثنين الوجود الاقتصادي، المؤسسات الاقتصادية يلي كانت تملكها هالمجموعة هيدي يلي كمان برجع بقول ما كانت خاصة لنا نحن، يعني للموارنة فقط، لا يعني هي كل العالم. صحيح. المؤسسات التربوية يلي لعبت دور هنا عم نحكي هون إذا بدنا نحكي شوي اجتماعيا. صحيح. 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 وحتى إذا بدنا نرجع، ما بعرف إذا عم بخلط الأمور حضرتك أخبر، للإرساليات يلي كانوا يودوها الموارنة. صحيح. وهيدا اللي هالخطه هيدي هالاستراتيجيه اللي عملتها الكنيسه المارونيه بالنهج الاجتماعي اذا بدنا نقول تكرمال تسلم السلطه، عملت نهج اولا ديموغرافي. نعم. اليوم في عباره بالمجتمعات كلها اللي بتقوم على الديمقراطيه، الشعب مصدر السلطات، ما هيك؟ اذا ما عندي شعب او اذا ما عندي اكتريه ما في اسلم سلطه. اول شغله بدك اليوم بدك تحاربي بدك عسكر، اذا ما عندك عسكر بشو بتحاربي؟ فنحن اليوم توصلنا للسلطه بلبنان كنا اكثر عددا، وهذا الشيء اللي لعبته الكنيسه المارونيه او اللي اشتغلت عليه من خلال اولا شراكه الشلش، هالمبدا هيدا يلي اجت قالت له للماروني انا بعطيك ارض
من ملكيتي انا هالهبات اللي عندي اياها كان وهالاملاك اللي كانت تملكها الرهبانات وغيرها، بيجي بشاركك النص. وشراكه الشل شو معناتها؟ اليوم نحن بالدارج اذا بدنا نشيل شجره او نشيل بلانت بنقول مشلشي، صحيح، يعني متجذره. فاليوم كانت عم تسعى الكنيسه بهالقرون السابقه الى تجذر الماروني او ابن هالمؤسسه هيدي بالارض تبعها. هيدا واحد. اثنين، اشتغلت على التربيه. كان في مثل يضرب انا ذاك يقولوا عالم كالماروني. حتى رح اذكر كمان حادثه تاريخيه موثقه، المطران الدبس يلي اسس مدرسه الحكمه باواخر القرن التاسع عشر، راحوا لعنده قالوا له في 3 ليرات ذهب هودي ربح صافي للمدرسه. قال له نحن باوامر المجمع او ضمن رسوم المجمع اللبناني نحن مدرسه التعليم مجاني، مين اللي قال لكم نحن بدنا مصاري؟ روحوا ردوا هالمصريات وزعون ارشون بالدارج وردون للدافعين. ففتنا بنظام تربوي الكل يتعلم. كان في مدرسة تحت السندين، ما في ضيعة إلا ما كان فيها مدرسة. لسبب كمان كان في عنا الإرساليات اللي كانت عم تجي من الغرب، من الفرنسيين والبريطانيين يلي كانوا عم يتزاحموا مع الفرنسيين على فتح يعني هالنكيات بعضهم، عفوا على التعبير الدارج، ولكن نحن استفدنا على أرض الواقع. نعم. من المدارس، من الجامعة اليسوعية، من المدارس الأجنبية اللي كانت عم تستقبل كمان طلاب لبنانيين موارنة تحديدا. عملنا هالمنظومة المتكاملة ديموغرافيا اجتماعيا واقتصاديا، لما تكوني انت مالك الارض انت عندك النفوذ الاقتصادي. تلقائيا السلطة اصبحت لنا، ليش كنت عم بقول قبل شوي لما نحن قوينا السلطة هي اجت لعنا. فنحن اليوم عم نركض ورا السلطة. مع الاسف، مع الاسف. دكتور ايه تفضل. فهيدا المفارقة اليوم. وطبعا الكنيسة هي كانت اللاعب الأساسي بوضع هالخطة هيدي، ولو ما كانت يمكن مكتوبة يعني اليوم على ورقة وقلم، ولكن كانت نهج، كانت شايفة الأمور ومتبصرة وعندها الرؤية المستقبلية. ومنشان هيك درنا ناخد المارونية السياسية، أو درنا نستلم السلطة من الدرزية السياسية إلى المارونية السياسية من أواسط القرن التاسع عشر لا تقريبا اتفاق القاهرة 1969، بداية التخلخل أو التزعزع بالسلطة. من بعدها صار في عنا السنية السياسية. بدأنا بأول فترة كان في عنا الازدواجية من 69 وبالطالع، بدأنا بنوع من المزاحمة. بطلنا نحن عم نكرس نوع من سلطة، ما بدي أقول أحادية، من سلطة تفوق السلطات الأخرى. من 69 ل 89 كان في عنا هذا التزاحم، هذا يلي كمان فسر وللأسف الحرب اللبنانية، لأن الحرب كانت كمان إحدى أسبابها هي صراع على السلطة. صحيح كانت حرب الخارج، حرب الآخرين على أرضنا، بس كمان نحن ما أثرنا. صح. 89 كرسنا لل 2008 السنية السياسية، أصبحت مكرسة، أصبح. وهذا كمان لا يخفى، يعني أولا أكان صلاحيات رئاسة الحكومة أو كمان الدور اللي لعبته السنية السياسية بهالفترة من 89. ودائما في عنا إذا بتلاحظي في عنا يا أما مؤتمر يا أما تسوية أو اتفاق. هون قديش التسويات بتكون كمان للمصلحة الداخلية، ما بعرف أنا مرة كتبتها أنه هل التسوية تفرق على حرف التسوية للمصلحة أو على المصلحة الوطنية؟ لأنه عم نحكي عن اتفاقات وعم نحكي عن مرحلة اتفاق الطائف، يمكن هو اتفاق الطائف يلي قضي على صلاحيات الموارنة في السلطة أو صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني المسيحي الوحيد بكل المحيط، يعني من المحيط إلى المحيط. الموارنة هن اللي جنيوا على حالهم أو ما كان طالع بإيدهم يعملوا شيء؟ هيدا السؤال. هن لأنه كان في موارنة قاعدين على الطاولة كرسوا اتفاق الطائف. صح. هن اللي جنيوا اثنين سوا بالنسبة لي أنا. أنا كنظرة تاريخية لكن اتفاق الطائف إجا إذا بدنا نقول نتيجة الواقع اللي نحن وصلنا له، كنا واحد من الأمور من النتائج، لأنه كنا وصلنا كنا نحن جنينا حالنا قبل، يعني توصلنا حالنا لاتفاق الطائف قديش نحن كمان تصارعنا بعضنا ولم نتعز. فأولا هذا واحد. اثنين طبعا في اسباب ذاتيه او شخصيه للي كانوا لهالموارنه يلي كانوا كمان ساهموا بهذا الاتفاق اذا بدنا نقول، يعني
ما بدي أقول أساءوا للمارونية السياسية، إنما كرسوا السنية السياسية بمحل معين. ثلاثة، لم يطبق اتفاق الطائف كما بحذافيره إذا صح التعبير، يعني بكتير مراحل أو بكتير بنود منه يكرس مبدأ الدولة ومبدأ المحاصصة ومبدأ يعني بيعطي كل يمكن فئة حجمها، ولكن حتى ما تطبق كما يجب. يعني قديش طبعا في امور كثير ما طبقت في الغاء الطائفيه السياسيه، لا مركزية الاداريه صحيح، مثلا مجلس الشيوخ، ما كثير امور يعني كل العوامل تما نظلم بس انه اللي وقعوا عليه او اللي ساهموا بالتوقيع عليه، ولكن كان كمان الارضيه مهيئه له، يعني الوضع الداخلي مشرزم، ما في قيادات مسيحيه قادرة تمسك الوضع المحلي الداخلي، ما في انسجام بين السلطات المسيحية كان روحية أو سياسية بأنا ذاك، فوصلنا لاتفاق الطائف. هلأ يلي كمان مثل ما قلنا كرس هذا الوضع، وما نخشاه اليوم كمان، ما نحن مش عم نتعظ من أخطائنا خطايانا من خطايانا. بال2008 كرسنا كمان الشيعية السياسية من بعد اتفاق الدوحة إلى حد ما، يعني في واليوم واقع الحال تنحكيها مثل ما هي، مش عم نحكي نحن كمان طائفيا، عم نحكي اليوم في تقدم، ما بدي اقول سيطره او هيمنه، ولكن في تقدم شيعي بمساله الصلاحيات على الطوائف بشكل عام، على المذاهب كلها تقريبا اليوم. فنحن اليوم بهيدي الحقبه، يعني اذا بتلاحظي كل مذهب تاريخيا عم بياخذ بس إذا بدنا نحكي عن تقدم الطائفي الشيعي الكريم، إذا بدنا نحكي هيك من الناحية ميزان القوى حضرتك عم تحكي عنه، يمكن لا يخفى على أحد إنه السلاح التي والديموغرافيا أي صحيح، هيدا هو عاملين أساسيين، بس السلاح إذا بدنا نحكي إنه وجد هذا السلاح لمقاومة عدو صحيح احتل أرضنا، يعني كمان في عوامل الموارنة ما خصهم فيها، بالعكس في عوامل يمكن وطنية. تقليك شغلي اليوم الطائفة الشيعية كمان كقراءة تاريخية عملت نسخ إلى حد ما لهذه الخطة المسيحية أو المارونية تحديدا تبعوها هني، وطبعا هني عم يعني عم يشتغلوا صح، مش عم بقول لا، عم يشتغلوا صح لطيفتهم لهالمجموعة يلي قدرت بظرف او لهالكيان اذا صح التعبير المجتمعي بظرف سنوات تعتبر قليله طبعا انه تطلع من فكره المحرومين ومن فكره ما كان يعني موجودين بهالقوه هيدي الى هذا النفوذ وهذه السيطره اذا صح القول. يعني برجع بقول الديموغرافيا بتلعب دور كتير كبير، الشعب اثنين مش بس السلاح هو عنده غطاء محلي، غطاء كمان دولي، مش بمعنى كل الحكومات التي تعاقبت غطت هذا السلاح صحيح. طبعا عندهم كمان اصبح نفوذ او اصبح وجود بادارات الدولة، وهذا كمان اللي اشتغلوا عليه. اليوم عم تحكي انت بالاف الموظفين بالادارات، اليوم نحن وهذا يلي كان نقطة ضعف عند المسيحيين موارنة تحديدا، نحن تخلينا بفترة طويلة عن السلطة، تخلينا عن وجودنا بالإدارات العامة. تعرف ليش دكتور؟ هلا عم نحكي سياسة، ولكن عم نحكي واقع الحال. ايه واقع الحال السياسي بالتحديد، لانه كان في موارنة يرضوا انه يطلعوا نواب او وزراء او مدراء عامين او حيلا مركز بالدولة او حتى رؤساء جمهوريات، بس باختيار غير الموارنة. يعني مثلا عم نعطي على سبيل المثال لا الحصر، ربما ال ما بعرف هلا بدها تصير تتاخذ الامور، بس انه خليني احكي مثل ما دائما بحكي بمنطقتي انا مسقط راسي بشوف انه كان اللي يختاره وليد جملاط على اللائحه الماروني هو اللي يكون فائز بغض النظر عن طبعا. يعني بدون لا، ومع العلم عم نحكي هذا مش عم نحكي انه تننتقد، نحن عم نحكي واقع الحال وبغير مناطق ذات الشيء صحيح. اذا بدنا نحكي حتى وزراء ونواب، مين كان يعين المسيحيين بالحكومات؟ مين
مع انه بيشوف تقريبا 60% من اللوائح الانتخابيه هي مسيحيه. صحيح، وهي مقسمه شوف ثلاثه موارنه وكاثوليكي ترزيين وسنيين يعني. صح، لكن نحن الانانيه المارونيه هذه لعبت دوره من 40 سنه يمكن واكثر شوي، من وقت الحرب لليوم. هل الانانيه هذه اللي ساهمت بفتره من الفترات بالتناحر المسيحي المسيحي، نعم، والماروني الماروني الاحزاب، صحيح، وما كان في منتصر يعني. على شو تنحرنا؟ على السلطه يمكن. ما استلمنا السلطه، ما هذا المؤسف يعني. اثنين، الوصول الى السد الرئاسي او الوزاري او النيابي مهما كان الثمن، هيدي كمان من وللاسف صارت من تهنيات بعض الموارنه. ما عنده مشكل باي، بيروح بياخذ بيتملق للمحتل السوري، كان يعملها المسؤول اللبناني المسيحي، ياخذ رضا رستم غزالي او غازي كنعان او ما بعرف مين تكرمال ياخذ له منصب بالدوله اللبنانيه، وشفناها بمحلات كثيره وغيرها. واليوم بعدنا لحد اليوم كمان ما عم نعطي اذا بدك قيمه لواقعنا، للبنانيتنا، لهويتنا الذاتية. وهلا كمان للأسف كمان التناحر اليوم يعني على الرئاسي وهالاستفافات هيدي اللي عم بتصير، وعشوي يمكن بعض الأفرقاء ما بعرف شو مستعدين يعملوا كرمال يوصل للكرسي. بعض الشخصيات كمان مش بس الأفرقاء طبعا. طب ما هيدا مثل عم بقول قبل شوي انه بتكون قوي السلطه هي بتجي لعندك. نحن عم نركض، نحن مثل اللي راكد ورا السلطه وهي والكرسي عم تبعد عنا يعني. الكرسي صارت عم بتروح ونحن عم نتمسك فيها. بدنا نرجع نقوي حالنا، نقوي وجودنا ونقوي واقعنا تنرجع نسلم هذه السلطه ونرجع الى اذا بدك فعلا المارونيه السياسيه اللي انتجت لبنان بوجه حضاري، اللي انتجت نظام مصرفي كان بفترتها طبعا بالتعاون وبالتالف مع الافرقاء كلهم. يعني اذا بتلاحظي تاريخيا قديش كان في تناغم بين رئيس الحكومه وبين رؤساء الحكومات وبين رئيس الجمهوريه تاريخيا وحتى رئيس مجلس النيابي. يعني نحن المارونيه السياسيه لم تتفرد مثل ما بيقولوا انه كان معه كل الصلاحيات بالدستور، ولا مره حل مجلس النيابي رئيس الجمهوريه تاريخ لبنان، ولا مرة حله، ولا مرة تفرد بهذه السلطة يلي كانت معطاة له، لأنه لبنان قائم على التوافق. بس تعرف دكتور، هلأ أنا بعد معي دقيقتين من عمر هذه الحلقة، لأنك أتيت على ذكر أنه عم بيقولوا للشباب بعد في صورة ما طلعت بدك نشوفها. إيه، خلينا نشوفها. الخط الزمني يلا هلأ. لكانت هيدي، لا هي مش هي غيرها لو سمحت. طيب بهذا الوقت كملينا السؤال تنستفيد من ما تبقى. ما في غيره هذه الصورة عند الشباب. بدك نحكي عنها؟ لا هذه مرقت معنا. أوكي. كمان طيب معلش إذا بدك تسمح لي السؤال بالسياسة مباشرة بآخر دقيقة من الحلقة. الرئيس عون لما وصل إلى سدة رئاسة الجمهورية كان صاحب كتلة نيابية كبيرة ووازنة، يمكن الأكبر بالبرلمان، كان صاحب قاعدة شعبية تمتد من الشمال حتى الجنوب، من أكبر التيارات الموجودة في لبنان. رجع شاء من شاء وأبى من أبى، رجع نوع من الشراكة، من الند للند في التعاطي بالسياسة مع المسيحيين مع الموارنة. ومش عم نحكي هيك لأنه تعصبا بالمسيحيين، لا بالعكس، لما أي طائفة تكون تحس بغبن الجميع بيوقف حدا، بس عم نحكي لأنه المسيحيين كانوا مغبونين من بالسنوات الماضية. الرئيس عون رجع نوع من الشراكة، اليوم هل بتعتبر ثمة من يريد أن يعيد ما أرجع العماد عون إلى ما وراء عقارب الساعة قبل 2005 وحتى قبل؟ لكن قبل ما أتهم أو ما لي حق أنا أتهم مني مرجعية لا تشريعية ولا وزارية، ولكن قبل ما نوجه أصابع اللوم للأفريقاء التانيين خلينا نحن نقوي حالنا. نعم. يعني خلينا بالبيت الداخلي. نعم. خلينا أول شيء نكرس وجودنا بإدارات الدولة، من وظائف الفئة الرابعة أو حتى آخر وظيفة للفئة الأولى.
لا أنا سؤالي عن النية، نية الآخر، هل بتعتبر الآخر طبعا عنده نية طبعا إنه في، لكن اللي بيصير له ما بيقول لا. واليوم كمان هاي الطروحات اللي عم تنطرح الفيدرالية، نحن اللي عم نطرحها، صرنا عم نطرح الفيدرالية وعم نطرح غيرها والى ما هنالك، لأنه نحن وللأسف نحن أصبحنا بموقع حرج، بموقع الضعيف. الضعيف بيصير، برجع بقول لك للأسف وعم نحكي الأمور كما هي، الآخر اللي بيقدر يفرض سيطرته ما راح يقول لا، لانه كمان مثل ما قلنا لبنان هذا اللي مرق بهالطوائف هيدي هالمذاهب السياسيه، كل مذهب استلم السلطه، واستلم السلطه بكل ما في الكلمه من معنى، يعني من اذا من مراكز حيويه لسلطه اقتصاديه لسلطه عسكريه الى ما هنالك، ما بينلام، لانه هيدا مثل ما قلنا لبنان قائم على الديمقراطيه، قائم على الطوائف، على تواتر الحكم الطائفي بهالبلد هيدا. هلا حلقتنا خلصت، بس صحيح انه الموارنة بالتحديد المسيحيين عموما والموارنة خصوصا يختلفون على مبادئ سياسية وليس على مبادئ دينية، بين بعضهم يتنحرون فيما بعضهم، ونصيحة للموارنة أبناء مرمرون وبنات مرمرون. نعم، أول شيء ما في خلاف عقائدي بين الموارنة، ما حدا فتح حرب عقائدية بين بعضهم، فتحوا صراعات سياسية، الأنانية اللي عندهم وما زالوا حتى اليوم، هيدا واحد. اثنين، ما مطلوب اليوم من السلطة المارونية أكين السلطة الروحية بكل الكادر الروحي، من البطريرك للمطارني لكل شخص معني للسلطة السياسية، أن أول شيء نعمل قراءة نقدية لما وصلنا إليه، نعترف بالأخطاء اللي مرقنا فيها ونرجع نبلش، نرجع لهالخطة هيدي، لخطة الوجود، لخطة القوة، لخطة الاستقرار، لخطة التعافي الاقتصادي، لخطة التربوية. اليوم كيف بدك اليوم تكتر الديموغرافيا إذا ما عندك شعب، إذا نص شبابنا عم بتهاجر، إذا ما عندك أصلا، إذا ما عندك فكرة العائلة بطلت موجودة. معلش بدي أقولها كمان، الأقساط المدرسية كيف بدك تطلبي من تقولي له حسن مستواك التربوي أو كتر أولاد وقسط المدرسي 50-60 مليون ليرة، نعم، اللي هي مدرسة كاثوليكية مارونية وغيرها من الأمور. بدك تستلمي السلطة، بدك تعملي خطة، لأنه الشعب هو الحلقة الضعيفة، بده مين يرعى هذا الشعب طبعا، ومين يحط له المسار ويدعمه اقتصاديا واجتماعيا وتربويا ليرجع يستلم السلطة. أنا بنهاية هذه الحلقة بدي أتشكرك كثير، ونطلب من أبانا مرمرون يكون لنا شافعا مثل ما بيقولوا. شكرا لك، شافع لنا وشافع للبنان، وعلى أمل في أن نلتقي بحلقات أخرى. شكرا لك دكتور روني خليل، نورتنا. المواريني ولبنان عموما طبعا، لأنه عيد المواريني هو عيد لجميع اللبنانيين. شكرا لحسن متابعتكم، نبض بيروت، إلى اللقاء.